والآن يتشرف أبناؤكم وبناتكم من المشاركين في مشروع قطار الحرمين بالتقاط صورة تذكارية معكم يحفظكم الله، وكم هم محظوظون برعايتكم واهتمامكم. شكراً لكم يا خادم الحرمين، وأدام الله عزكم ومجدكم. رافقتكم السلام يا سيدي، وأنتم تدشنون الرحلة الأولى لقطار الحرمين بين مكة والمدينة. حفظكم الله يا سيدي في حلكم وترحالكم.